في امل. وانا هتكلم تحديدا على المنطقه اللي حصل فيها الواقعه ديت. وانا بكلمكم دلوقتي بيتعمل مشروع لاستزراع سمكي قد يكون الاكبر على مستوى مصر. وانا بكلمكم دلوقتي، احنا المفروض ان هو في خلال شهر 2-3 بالكتير يكون خلص. احنا بنتكلم في 6 مصانع لصالح الاستزراع السمكي، تعليبه وتجهيزه والتلج بتاعه والفوم بتاعه وكل حاجة، وحوالي في المرحلة الأولى بنتكلم على 2500 حوض للاستزراع. ده معمول لمين؟ لما أجي أقول أحل مسألة في البرولوس في كفر الشيخ عشان الناس اللي موجودة هناك يبقى عندهم أمل بجد، أنا هقول كلام، لكن الكلام ده بيترجم لواقع بياخد وقت. وده اللي انا رسالتي لاهل البرولوس ولاهل كفر الشيخ وللمناطق اللي هي بتخرج منها وبتنظم للاسف الهجره منها للخارج. كلام محترم فيما يتعلق بمكافحه الهجره غير الشرعيه بالطريقه غير المباشره، يعني الطريقه المباشره احنا نفكر فيها ان احنا نقبض على السماسره بتوع الموت، نتابع الناس اللي بتهجر الولاد بطريقه غير قانونيه، نضبط السواحل، خفر السواحل وحرس الحدود والقوات النهريه والبحريه والمش عارف ايه برضه تشدد الرقابه على السواحل، ونضبط موضوع تراخيص المراكب ومين اللي بيطلع ومين اللي ما بيطلعش، وازاي مركب تقف تحمل 3 ايام في رشيد وقبليها 3 ايام في برج بغيزل في كفر الشيخ ومش عارف ايه، ومفيش حد يقول لهم انتوا فين ولا ترخيصكم فين ولا كذا ولا كذا ولا كذا. دي الطرق المباشره. وكمان القوانين اللي بتتعمل دلوقتي في مجلس الشعب، قانون بتاع الهجره غير الشرعيه اللي بيتناقش وهيتقرر في بدايه الفصل التشريعي يوم 4 و5 اكتوبر، متعلق بتغليظ العقوبات ومش عارف ايه. لكن الرئيس هنا بيتكلم عن الدائره الاوسع. الدائره الاوسع وهي فكره انه ازاي ما نخليش الشباب يبقى عايز يهاجر، انه يبقى مش محتاج يهاجر. هو ده اللي قصده الرئيس من كلامه النهارده، انه يبقى مش محتاج يهاجر. فمش هيبقى محتاج يهاجر ليه؟ لانه لاقي فرص العمل والحياه الكريمه في بلده. فالرئيس بيتكلم عن المشروعات تحديدا اللي في محافظه كفر الشيخ، اللي هي من اكثر المحافظات الطارده للشباب، الطارده للشباب اللي بتطرد شبابها بسبب نقص فرص العمل للخروج في السواحل بحثا عن لقمه العيش في ايطاليا وفرنسا واليونان وغيرها. فالرئيس بيقول عندنا مشاريع ضخمه وعملاقه للثروه السمكيه والاستزراع السمكي، وعندنا 6-8 مصانع جاهزين للافتتاح من دلوقتي، وعندنا المنطقة الصناعية الجديدة اللي هتتعمل في الظهير بتاع كفر الشيخ. فبيقول الناس هنا بقى من وجهة نظره، هنا الناس تسافر ليه؟ هقول له يا سيادة الرئيس علشان هم لسه ما خدوش الثمار ولا النتائج بتاعت هذه المشروعات. يعني مشروع الاستزراع السمكي اللي حضرتك هتفتتحه كمان 2-3 شهور لسه نتائجه كمان هتبان بعد 2 سنين. لا، ده لما يفتتح لسه اشتغل وبتاع، فالثمار والفرص العمل وبتاع تبتدي تتوالى. فالقصة انه الناس عشان مش حاسة بده دلوقتي، ولا حاسة لسه بنتائج المشروع بتاع اقليم او محور قناة السويس اللي ان شاء الله هيعمل لمصر نقلة اقتصادية نوعية كبيرة، ولا ولا ولا. فهنا ما نقدرش نلوم الناس. بس الرئيس برضو كان ذكي، وانا الحقيقة بحب اختياره لمصطلحاته. الرئيس كان ذكي لما قال في بداية كلامه خالص انه لا يجد عذر او مبرر لموت هذا الكم من المصريين وغير المصريين في حادثة. والكلام هنا يحمل لوم على الجهتين، بس هو ما أفصحهاش. هو لا يجد مبرر أو عذر للحكومة والجهات الرقابية والجهات الأمنية إنه يتسابوا الشباب يموتوا بهذه الطريقة وكأنهم سردين في علبة سردين. وكمان فيها نوع من الإشارة إنه يا شباب أنا مش لاقي لكم مبرر ولا عذر إن أنتوا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بهذه السهولة، وتبقوا بترموا نفسكم في البحر وأنتوا عارفين إنه غالبا هتموتوا ومش هتروحوا إلى السواحل اللي أنتوا قاصدينها. فهي عتاب بروحين، وأنا رأيي إن هو في ذكاء، لأن الحقيقة هذا العتاب اللي بروحين جوانا كلنا. يعني أنا طبعا متعاطف مع الضحايا ومع أسر الضحايا، وعارف إن اللي رماك على المر هو اللي أمر منه، وإن الحياة صعبة و و وكذا. لكن برضو كل ده ما يدفعنيش الى ان انا انتحر، الى ان انا ارمي نفسي بهذه الطريقة في ايد واحد من سماسرة الموت ولا تجار الموت، وانا عارف ان انا غالبا هروح ومش هرجع. وكمان الحكومة صحصحي شوية، حكومة قلنا من 50 سنة لحد ما المشروعات الكبيرة قوي دي تحصل. خد بالك اللي بيتكلم عليه الرئيس ده مشروعات عملاقة، لكن انا بخلاف المشروعات العملاقة نفسي برضو وزارة الصناعة والتجارة
تنفذ 1% من اللي بتقوله. الوزير ده والوزير اللي قبله والوزير اللي قبل اللي قبله، من ساعه ما انا اتخلقت لحد ما عرفت ان في وزاره صناعه، كانوا بيتكلموا عن مشروعات الصناعه، المشروعات الصغيره والمشروعات المتناهيه الصغر، وان كل قريه هتبقى قريه منتجه وهنوفر لها. فين الكلام ده؟ فين القرى المنتجه دي؟ فين المشروعات متناهيه الصغر دي؟ والله تصريحاتكم بس هي اللي متناهيه الصغر يا وزاره الصناعه والتجاره. مفيش كلمه بتتنفذ من الوعود الحكوميه، وده شيء الحقيقه كمان بيخلي الناس تكفر بالحكومه، تكفر بتصريحات الحكومه، تكفر يعني تيأس، تكفر يعني ترفض تماما تصريحات الحكومه. فارجوكم نقول حاجه ونعملها، والموضوع سهل، واحنا مش هنخترع العجله. الصين وماليزيا وسنغافوره وكل الدول الاسيويه تقدمت بكده، انها نزلت كل قريه صغيره بقت قريه منتجه، عملوا لهم ورش وعلموهم حرفه وعلموهم صنعه، وبقوا خلاص مش محتاجين تديهم سمكه، لان انت اديتهم السناره اللي يصطادوا بيها السمكه كل يوم. فالناس برضو من حقها تطهق، طالما انتوا بتدوا وعود 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 على طول ومحدش بينفذ الوعود دي،